وحشتني. معرفناش نقعد مع بعض في الأجازة خالص. انت كمان وحشتيني. ماما انت مش شايفه ان في حاجه غلط؟ على طول عندك حاجه الولاد الروايه امي ابويا اوكي مصدقه ومقدره بس بقول فتره هتعدي لكن كده احنا بقينا عاملين زي اتنين عواجيز. لو ده اللي انت عايزه قولي وانا اوكي عشان حتى ما احاولش ان انا اجرب حتى. تصبح على خير يا عمر. صفرت من 5 دقايق بس يا فندم. دي النهضة الأسمدة. لا احنا كده تمام قوي. طيب انا هخلي نقعد تقفل الحسابات وانا هتابع بقية الأسهم. ماشي بيرفكت ويل دون. ايه يا عم الوش ده على الصبح؟ من امتى بتتمرن في المكتب؟ يا عم اسكت ده تخنان 5 كيلو. ما انا قلت بقى اعمل فلوس اعمل فورمه فجبت العقله دي هنا. قلت يعني احتمال اعرف اعمل الاثنين. بمناسبه الفلوس انا عايز منها خدمه. عاوز كام؟ 100,000. انا اسف يا فريد انا عارف انه مبلغ كبير. عيب يا عمر حالا الفلوس هتكون عندك بس انا عايز افهم بس انت حببت ايه قول لي. واحد بيبتزني. ايوه مين يا مين واحد ده؟ انا عرفت ستة واحنا في السفر. يخرب عقلك انت. في واحد عرف الموضوع وبيهددني انه هيقول لي بقى او ياخد 100,000. عادي الفلوس مش مشكله الفلوس كده كده موجوده. ايوه بس انت مش ضمنك يعني انه هيسكت بعد ما تديه الفلوس. بقول لك ايه؟ اديني نمره الواد ده انا اعرف اتعامل معاه. فريد انا مش ناقص. يا عم انا بعرف اتعامل مع الاشكال الوسخه دي كويس قوي. خلاص بلاش. استنى. البنك هنا في البرج وانت نازل اصرف الشيك. بس الواد ده بقى لو كلمك تاني سيبهولي عشان في طريقة تعامل تانية خالص مع المناظر الزبالة دي. ميرسي يا فريد. كله تمام يا استاذ عمر. رسم القلب ما فيهوش اي حاجه خالص والتحاليل كلها تمام يعني ما فيهاش اي حاجه تقلق بالعكس يعني صحه حضرتك زي الفل. احنا بس هنحتاج نعمل ايكو خلال ال 24 ساعه الجايين علشان نطمن اكتر. اوكي خلاص تمام. نعمل ايكو هنا في المستشفى ولا بره احسن؟ مش هتفرق هنا او في اي مركز اشعه. اوكي. انا عارفه يا استاذ عمر ان اغلب الناس ما بتحبش تسمع الكلام ده بس دي غالبا بانيك اتاك. النوبات قلق أعراضها شبه أعراض الأزمة القلبية. أكيد الفترة الأخيرة حضرتك اتعرضت لضغط مش متعود عليه أو ستريس في البيت في الشغل.
هو اتحرض فعلا لضغوطات كتير الفتره اللي فاتت. اوكي ميرسي يا دكتور. شكرا. الحمد لله، سلامتك. الف سلامه يا حبيبي. انا اسف يا ماما. أنا غلطت ومش عارف اللي حصل إزاي. هلا صح. مش مهم. جاوب على سؤالي. هي؟ كم مرة؟ كفاية ما. أحب أعرف كنت مغفلة لغاية فين؟ أرجوك كفاية. أنت مش غايب يا عمر، دي مش غلطة. أنت خططت وقررت مرة واتنين وعشرة. كنت بتصيف مع الهانم، كل ما أسألك عمر ليه الغردقة كل شوية؟ ريسيرش، رواية، وكلها حجج عشان تروح تشوف الهانم بتاعتك. انت مش غبي، انا اللي غبية. مش متخيلة ان انا كنت غبية للدرجة دي. مامتي ايه ده، انتوا قاعدين في الضلمة كده ليه؟ بالراحة عليه هنا، هو لسه تعبان. الحمد لله انا الحمد لله انا كويس. طب الدكتور قال ايه؟ مفيش نقص فيتامينز، هياكل هيبقى كويس، مش قصه يعني. محنون حبيبتي يلا يا روحي عشان نروح نغير هدوم. يلا يا روحي يلا تعالى. أنا المفروض أعمل إيه بقى دلوقتي؟ أطردك ولا مش أسيب لك البيت؟ طب أقول إيه للعيال؟ أنت إزاي قدرت تعمل فينا كده؟ قولي إزاي قدرت تعمل فينا كده؟ كنت بتفكر في إيه يا عمر؟ اللي أنت عايزاه ما هتقدري تعمليه. مقدرش ألومك، وأنا ما عنديش أي حاجة أقدر أعملها غير إني أوعدك. توعدني؟ لا، لو هو ده اللي عندك إن أنت هتقولهولي يبقى أسكت أحسن. أرجوك يا مها وطي صوتك، العيال صحيين لسه. لا 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 لا، الكلام ده كان زمان. أنت لو كنت خايف على العيال بجد كنت فكرت ألف مرة، كنت فكرت مليون مرة قبل ما تعمل اللي أنت عملته ده. عملته وندمان عليه. إيه اللي عندنا نعمله دلوقتي؟ لازم نعديها عشان حياتنا مع بعض وعشان الولاد. نعديها؟ لا يا شيخ، اسكت يا عمر، اسكت احسن. انا ما يعني ما هي كانت هي ايه؟ ما كفايه استهبال بقى، كفاياك استهبال بقى. اسكت يا عمر حسن، اسكت اسكت. ما انا عارف ان اي اعتذار ما يكفيش، بس ارجوك تسمعيني. انا راجل محبط، حاسس اني فاشل، لا قادر اكتب ولا قادر احقق اي نجاح يخليكي فخوره بيا قدام اهلك وصحابك. يا حرام، انت عارف انت ايه؟ انت واحد كذاب مش قادر حتى ان انت تواجه نفسك. قوم يا عمر، قوم يا عمر، بص على نفسك في المرايه، بص شكلك بقى عامل ازاي. انت بقيت مقرف ومقزز، بقيت قرفانة منك.
المشكله دلوقتي انا مش عارفه انا هعمل ايه. انا هعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ أنا آسف.